السعودية. شكرا لكم على التغطية، والحقيقة يعني صنع في السعودية يعني حلم جعلته الرؤية تحقق ويكون واقع، وباهتمام ومتابعة وإطلاق من سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه. النسخة الثانية كما يعني تعودنا أنه يكون في تطوير وتحسين، النسخة الثانية ركزنا فيها على نقطتين مهمة. أول شيء أطلقنا هوية جديدة وهي مرتبطة بالصناعات التقنية تحت مسمى تقنية سعودية، ستطلق إن شاء الله غدا بمعية وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الأخ عبد الله السواحة. أيضا أطلقنا بيوت التصدير. بيوت التصدير كانت من الخطوات المهمة التي تساعد المصدرين للدخول لأسواق جديدة. صغار المصدرين والشركات المتوسطة والصغيرة من الصعب عليها أنها تدخل الأسواق بمفردها، فمهم أن يكون هناك شركات تساعدها على الدخول الأسواق، فهم الأسواق، ترويج منتجاتها، مساعدتها من الجوانب أيضا اللوجستية. أيضا تميز هذه النسخة من هذا المعرض باستضافة العراق الشقيق كضيف شرف لنا في المملكة ليكون شريك معنا في هذه الاحتفالية الكبيرة، والحقيقة يعني وجدنا كل الإقبال من الأشقاء العراقيين. معالي وزير التجارة حضر بوفد كبير جدا، 24 شركة شاركت في المعرض، وبدون شك هذه يعني الإضافات للمعرض ستكون قيمة مضافة للمصنعين المحليين ولمسمى صنع في السعودية بشكل عام. طبعا احنا نعتبر المعرض هو معرض للجميع، لكل المواطنين. علامة صنع في السعودية ليست فقط للصناعة، وإنما يدخل تحتها المنتجات الزراعية، المنتجات الخدمية. من الأشياء الجميلة اللي سويناها هذه السنة أيضا سوينا البيت السعودي. البيت السعودي هو نموذج لمنزل متكامل ومختلف المنتجات السعودية التي تدخل في المنزل من مواد البناء، المواد المستخدمة في الأثاث، المواد المستخدمة في التجهيزات دورات المياه مثلا، في الأبواب، في المطابخ. فالحقيقة هذا النموذج أيضا يعرف المستهلك السعودي ويربط المنتج النهائي بالمنتج الوسيط. بعض المرات احنا لما نتكلم عن تصديرنا مثلا للمواد البتروكيماوية من الصعب الشخص المستهلك العادي أن يتصور ما هي المنتج النهائي، فحاولنا من خلال النموذج إلى التعريف. طبعا في نهاية المطاف المعرض وصنع في السعودية كعلامة تهدف إلى رفع الوعي، رفع يعني الولاء للمنتج السعودي وتفضيله عند قرارات الشراء داخل محليا وعالميا، ايضا يكون لنا هويه موحده. جميل جدا. سؤال اخير مع الوزير، نتكلم ان كان خطه ثم اتاحه ثم تنفيذ، واليوم عرض ما شاء الله، وشفنا من السنه كوني انا يعني تعمقت في موضوع الصناعات والشركات الناشئه، كان في فرق كبير بين المعرض الماضي والمعرض السنه هذه الموجود الان احنا فيه، صار في اتاحه كبيره للشركات وللصناعات. نتكلم احنا عن زي مثلا اليوم كان في اتفاقيات وكان في ايش ممكن يكون في السنه القادمه باذن الله في صنع في السعوديه. طبعا صنع في السعوديه هو يعكس لك الصوره للقطاع كامل، ما حصل في تنميه القطاع خلال منذ اطلاق رؤيه المملكه 2030 عمل جبار كبير جدا، سواء في التمويل او في المدن الصناعيه او في المحتوى المحلي او في دعم الصادرات، في تمويل الصادرات، في تمويل المشاريع. فهالخليط بمجمله يعطينا في النهايه نتيجه صراحه ايجابيه على القطاع الصناعي. اليوم لما ننظر للمحتوى المحلي كيف استطاع المحتوى المحلي كاداه يساعد كثير من الصناعات انها تنشا، توطين قطاعات معينه مثل الادويه مثلا والاجهزه الطبيه. اليوم احنا يعني دشنا جهاز سعودي لاول مره، وطننا عدد كبير جدا من الادويه، وقعنا ثلاث اتفاقيات لتوطين أدوية. كل هذه الأدوات لا يمكن أن تتحقق من جهد فقط البرنامج، وإنما هو جهد الحقيقة منظومة متكاملة، ليست منظومة الصناعة والثروة المعدنية، وإنما منظومة حكومية متكاملة. وزارة الطاقة لها دور كبير جدا في توطين كثير من المنتجات المرتبطة بقطاع الطاقة، وزارة الزراعة والبيئة والمياه لها دور كبير في الأمن الغذائي، هيئة الغذاء والدواء، وفي الأدوية والأطعمة وغيرها. فجهد كبير
اليوم الحمد لله نقطف ثماره من خلال هذا التواجد وهذا التنوع وايضا التميز في كثير من المنتجات اللي ما كانت موجوده عندنا في المملكه. شكرا معالي الوزير وعسى على القوه. شكرا الله يقويك.